السلام عليكم شباب وبنات الصف السادس الابتدائي جريد 6. ان شاء الله النهارده هنحل امتحان نمبر 6 القليوبيه. تعالوا نشوف مع بعض كده. اول سؤال: choose the correct answer. 30 to 90. طب مبدئيا 2 0 هنا بيروحوا مع بعض، يبقى 3 to 9. 3 divided by 3 equal 1 و 9 divided by 3 equal 3، تبقى 1 to 3. ما فيش دي مش 1 to 3، ودي 1 to 6، ودي 4 to 8 اللي هي 1 to 2. دي 4 divided by 4 equal 1 و 12 divided by 4 equal 3، يبقى هو الاختيار ده. The range، range احنا عارفين ان هو الـ highest value minus الـ lowest value. 10, 3, 7, 13, 4 and 11. طب احنا عايزين highest value اللي هي 13 minus lowest value اللي هي 3، يبقى 13 minus 3 equal 10. 25% of 8 of او from دي قلت لك كده اللي هي multiplied by 8، فجراي عامل 25 over 100 by 8 يبقى 2. A primary school, the ratio between number of the number of boys to the number to the number of girls is 3 to 4. The number of girls is 56. يبقى number of boys equal كام؟ يبقى 56 by 3 divided by 4. 56 divided by 3 divided by 4 equal 42. 2 كيرات 2 فدان، احنا عارفين الفدان equal 24 كيرات، يبقى 248 ودول 2. 2 divided by 2 equal 1 و 48 divided by 2 equal 24، يبقى 1 to 24. if a to b to c، لازم نجيب ايه؟ ورقة خارجية كده نحل فيها. ادي a to b to c، 3 numbers such that a to b 3 to 4 b to c 4 to 9. اجري اعمل هنا كده، احط هنا 4 وهنا 4 واعمل ملتبلاي 3 باي 4 ايكوال 12، 4 باي 4 16، 4 باي 9 36. وعايز A to C 12 to 16 to 36. 12 divided by 6 equal 2، 36 divided by 6 equal 6، 2 divided by 2 equal 1، 6 divided by 2 equal 3، يبقى 1 to 3. بيقول لي a cube made of thick glass its external edge external edge is 32 سنتيمتر. يعني هو الكيوب مصنوع من الزجاج، جميل. الاكسترنال ايدج طبعا احنا عارفين الزجاج بيبقى سميك كده، في سمك من هنا ومن هنا ومن هنا. الاكسترنال ايدج اللي هو من اول هنا الاول لحد هنا 32. الثيكنس اوف جلاس از 1 سنتيمتر، الثيكنس بتاع ده 1 سنتيمتر، يعني في 1 هنا و1 هنا. بيقول لك الكباسيتي، يعني الكباسيتي احنا عارفين ان هي اللي جوه، فانت لازم تشيل 1 سنتيمتر هنا و1 سنتيمتر هنا، يبقى هتشيل 2 سنتيمتر، هيتبقى الانترنال 30 سنتيمتر. عشان تجيب الكباسيتي 30 ملتبلايد باي 30 ملتبلايد باي 30، يبقى 30 و27 سنتيمتر كيوب. كويس بالليتر، يبقى لازم ديفايدد باي 1000، دول يروحوا مع بعض كده يتبقى 27 سنتيمتر كيوب. بعد كده if the range in frequency distribution is 40 and the length of the set is 5، عايز هو number of sets. احنا عارفين number of sets هو الفريكوانسي اللي هو 40 divided by number of sets او length of the sets اللي هو 5 عشان يدينا النمبر. 40 divided by 5 8، الجديده دي. half kilogram 2000 جرام، half kilogram اللي هم 500، 20 من هنا يروح مع 20 من هنا يتبقى 5 to 20. ال 5 divided by 5 equal 1 وال 20 divided by 5 equal 4. the volume of a cube its base perimeter، يعني القاعده بتاعته على شكل سكوير طبعا، البريمتر بتاعها 8، يبقى اللينس الواحد 2، 8 divided by 4 عشان هم 4 لينسز يبقى 2. هو عايز الفوليوم يبقى 2 باي 2 باي 2 ايكوال 8 سنتيمتر كيوب.
A car covered 250 كيلومتر within 5 hours. The speed of the car, عايز الريت من الاخر وعايز الريت. يبقى 250 divided by 5. 25 divided by 5 equal 1 و 0 divided by 5 equal 0 تبقى 50. All sides are equal in length in each of the following figures except. يعني كل الاضلاع متساويه في الاشكال الجايه دي ما عدا ايه؟ السكوير طبعا كل السايد اللينس متساويه، رومبوس نفس النظام، الايكوليتر تريانجل اللي هو المثلث متساوي الاضلاع، الوحيد اللي مش كل قد بعضه التربيزيوم انه بيبقى عامل كده شكله معوق شويه مش كل الاضلاع قد بعضها. The volume of a cubit, cubit length by width by height 3 and 4 dimension بتاعته 3 4 and 5 يبقى 3 by 4 by 5 3 multiplied by 4 multiplied by 5 equal 60. 1 over 2 to 1 over 5 to 1 over 10. طبعا احنا ما عندناش ريشيو في ديمونيتور كده، لازم نخليها نيموريتور. عشان نخليها نيموريتور هضرب كله multiplied by 10. طب عرفت منين انك هتضرب by 10؟ والله لما انا ال 10 ال 2 دي لما اجي اعمل لها فاكتورايزيشن وال 5 وال 10 2 by 2 divided by 2 و 5 divided by 5 و 10 divided by 2 5 5 1 هلاقي ان هنا في common 5 وفي 2 يبقى lost common multiple equal 10. جميل، يبقى انا هضرب كله by 10. لما اضرب هنا by 10 تبقى 10 هنا و 10 هنا و 10 هنا. 10 divided by 2 5 10 divided by 5 2 10 divided by 10 1 يبقى 5 to 2 to 1. Cell number 2 will complete the following. If 4 over 6 equals 6 over x, then x. x equals 6 by 6 divided by 4. D6. If 6 by 6, 36. Divided by 4, equal 9. Honey bought 3 kilograms of orange. He paid 15 livre Egyptian. Then the cost of 7 kilograms. لما بدور بالكيلوغرام وده الليفر ايجيبشن. لما يشتري 7 كيلوغرام يشترون بكام؟ يبقى 7. باي ملتبلايد باي 15 ديفايدد باي 3 يبقى نجيب الكالكوليتر كده 7 تبقى 35 ليفر ايجيبشن. نمبر 3 بيقول لي اف ذا لينس اوف ان انسكت حشره ان ذا كيتشر از 20 سنتيمتر ذا ريل لينس از 5 ملي متر زين ذا درونج سكيل. احنا عارفين درونج سكيل اللي هو اللينس درونج اللي هو 20 سنتيمتر على الريال لينس اللي هو 5 مليمتر. طيب دي بالسنتيمتر ودي بالمليمتر. جميل، طيب لازم احول السنتيمتر لمليمتر يبقى ملتبلايد باي 10 يبقى 20 ملتبلايد باي 10 اوفر 5 يبقى 5 ديفايد باي 5 ايكوال 1 5 ديفايد باي 5 ايكوال 2 تبقى 40 يبقى 40 تو 1. نيجي للنمبر 4 بيقول لي in the opposite figure ABCD is rectangle which where AB is 8 cm AC 10 cm then the perimeter of AMB AMB. طيب احنا عارفين ان التو diagonals بيسكت each other in rectangle يعني ده يبقى 5 وعارفين ان التو diagonals are equal in length ان ريكتانجل يعني برضو البي دي البي دي ايكوال 10 سنتيمتر يبقى البي ام ايكوال 5 يبقى 5 بلس 5 بلس 8 ايكوال 18 سنتيمتر. ذا تو دياجونال اوف ذا رومبوس بيسكت ايتش اذر اند التو دياجونالز في الرومبوس بيبقوا عاملين كده بيسكت ايتش اذر اند ايه بيربنديكولار. اف 300 livre Egyptian distributed among three persons in the ratio 1 to 2 to 3 then the difference between the first and the third. لازم اعرف اول واحد وثالث واحد هياخدوا كام وبعدين اعمل سبستراكشن. طيب ده الفيرست بيرسون ده السكند بيرسون ده الثيرد بيرسون اهو سكند ثيرد الريشيو بينهم 1 to 2 to 3 الصم اللي هياخدوه الثلاثه 300. طب هل دول السميشن بتاعهم 300؟ اكيد لا. 1 بلس 2 3 بلس 3 6 احط هنا 300. عايز اعرف
الفيرست بيرسون هاخد كام؟ 300 باي 1 ديفايدد باي 6 ايكوال 50، يبقى ده الفيرست بيرسون. الثيرد بيرسون 300 باي 3 ديفايدد باي 6 تبقى برضو 150. وعايز ايه بقى؟ عايز الديفرنس، يبقى 150 ماينس ال 50، الديفرنس يعني سبستراكشن، تبقى 150 ماينس ال 50. 12 and 3 tenths سنتيمتر كيوبيك ايكوال نقط مليمتر كيوبيك، لازم احول من سنتيمتر لمليمتر تبقى ملتبلايد باي 10، بس خلي بالك من سنتيمتر كيوبيك يبقى باي 10 باي 10، يبقى هنحرك البوينت دي ثلاث مرات او 3 نمبرز، يعني هنا تبقى دي 1 واحط 2 2 0 ادي تبقى 12300. The kind of the data age length weight كل دي نمبرز، النمبرز دي اللي هي بتبقى كوانتيتيف داتا. كوانتيتيف داتا، اما الحاجات اللي ما فيهاش ارقام دي بتبقى ديسكريبتيف داتا. Answer the following. بعد كده number one, the ratio between two adjacent angles in parallelogram is 4:5. Find the measure of each angle. Adjacent دول هما زاويتين ورا بعض. اللي هما اللي ورا بعض دول بيبقوا 180. فهنعمل هنا ال first angle. وهنا second angle. 4:5. هنا الصم بتاعهم اللي هو 4 بلس 5 9. طب السم اللي هو 180، عشان نجيب الفيرست انجل 180 ملتبلاي باي 4 ديفايدد باي 5، عشان نجيب السكند انجل 180 ملتبلاي باي 5 ديفايدد باي 9، يبقى 180 باي 4 divided by 9 يبقى 80 degree. والثانية 180 multiplied by 5 divided by 9 تبقى 100 degree. A company for selling the electric sets اللي موجودة الأجهزة الكهربائية it shows TV by discount، عامل الخصم على التلفزيون by 500 liver Egyptian if the percentage of the discount is 10% of the original price، يعني واخد خصم 10% من سعر الاصل. Find the price after discount. طيب احنا عارفين ان هو احنا بنعمل هنا price before discount وبعدين to discount وبعدين price after discount، ده بيبقى 100، ده 10 طالما ديسكاونت تبقى 90. الديسكاونت نفسه كان 500، يبقى عايز البرايس افتر ديسكاونت، يبقى البرايس افتر ديسكاونت زي ما قبل مختلف كده عشان الدنيا ما تدخلش في بعضها ايكوال 500 باي 9 باي 90 ديفايدد باي 9، نجيب الكالكوليتر 500 باي 90 ديفايدد باي 9 تبقى 4500 liver Egyptian. Number 3 بيقول لي a puzzle in the shape of a cube with edge length 20 cm is filled with honey مرت عسل. Calculate the capacity of the puzzle in liter. طيب عشان نجيب الكباسيتي اللي هي نفس الفوليوم اللي هي 220 multiplied by 20 multiplied by 20 اللي هي 8000 سنتيمتر كيوبك ان لتر اللي هي ايكوال 8 لتر، خلاص بقى حفظنا. بيقول لك if the cost of honey is 96 liver Egyptian calculate the price of a liter، يعني سعر العسل 96 كله، عايز اعرف سعر اللتر الواحد، يبقى عشان نعرفه price of a liter ده سعر العسل كله divided by 8 يبقى 96 divided by 8 equal 12 liver Egyptian.
خلينا نشوف السؤال الأخير اللي هو سؤال متكرر. السيتس تحت 1 2 3 4 5، ادي 1 2 3 4 5. خلاص حفظنا انه السيتس هنا فريكوانسي، السيتس بتبقى في النص هنا دايما في السنتر كده ما بينهم، فمش هعمل التيبل المره دي، هجاوب على السؤال المهم وارسم الرسمه على طول. بيقول لي فايند ذا برسنتج اوف ذا جريتست نمبر اوف بيوبلز ان ستادينج ذير ليسونز. طيب هو اساسا ده تيبل بيعرفني عدد الساعات اللي بيذاكرها سيرت ستودنتس، فعايز اعرف الطلبه اللي هم بيذاكروا اكتر عدد من نسبه اكتر عدد من الطلبه اللي بيذاكروا ودرسوا. طب اكتر عدد من الطلبه اللي هم 9. طيب ال 9 ده عشان اعرف البرسنتج بتاعتها، خلينا نيجي هنا ونقول الكلام تاني عشان الكاميرا ما كانتش موضحه. خلينا نقول بالراحه تاني. The following table shows the number of hours which 30 students of school spend to study their lessons. يعني ده بيوضح عدد الساعات اللي بيقضيها التلاميذ في مذاكره ايه؟ دروسهم. هم كام تلميذ 30؟ في اللي بيقعد ساعه لحد اقل من 2، في ال 2 اقل من 3، 3 اقل من 4، 4 اقل من 5. هو عايز البرسنتج بتاعت اكتر رقم من التلاميذ بيذاكروه. اكتر رقم كام اللي هو 4، كام واحد بيذاكروه؟ 9. عايز البرسنتج بتاعته، لازم تقسم عددهم ده على التوتال بتاعهم اللي هو 30 باي كام؟ باي 100. تعال نعملها على الكالكوليتر، تبقى 9 ديفايدد باي 30 ملتبلايد باي 100 تبقى 30%. نيجي بقى للكيرف. عندنا أول نقطة 1 and 3 اللي هي 1 and half and 3، بعد كده 2 and 5 يبقى هنا and 5، بعد كده 3 7 يبقى 3 and half and 7 عند السنتر، ما بنعملش عند النقطة بالظبط. 4 9 4 and half تبقى 9، آخر واحدة 5 and 6 and 6 وصل كده 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 يكون انتهى امتحان القليوبية معانا. امتحان فيه تريكة او اتنين تلاتة جداد كده، فكويس ان احنا حليناه. بالتوفيق يا شباب، شكرا، والسلام عليكم.